Denize bu engin su görüntüsü ile merhaba deyip Durusu Lugal Arabiye li gayri natiqine bihe serisine devam etmekte olduğumuzu bildirir. Dersimize başlıyoruz. Dinginlik olsun diye size bir hafif bir müzik fonu eşliğinde Bismillah deme. Evet. Arkadaşlar, bakın bir önceki dersimize kaldığımız yerden 32. sayfa As-Safhatu Saniye ve Selasun Saniye ve Selasun Teemmelel Emsilel Atiyeti Teemmelel Emsiletel Atiyeti Gelen misallere teemmül et, tefekkür et. Üzerinde kafa yor. Anlamaya çalış. El-Kur'anu Kur'an Kara'a talibul Kur'ane Kara'a et talibul Kur'ane Bakın El-Kur'anu Kara'a fi'l et talibu fi'l El-Kur'ane mef'ul El-Dersu كتبت مدرس الدرس كتب المدرس الدرس كتب يزد المدرس هوجا الدرس درس هذه نموذج لجملة الفعلية فعل فاعل ومفعول فعل فاعل ومفعول القهوة لها ذكر 40 سنة لها خاطر لها قيمة شرب الضيف القهوة شرب فعل ماض اشتي من شرب الضيف مسافر اشتي قنق ماذا شرب القهوة فعل فاعل مفعول الباب 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 قبو demek tabi Ayrıca bölüm başlangıcı demek mesela. Babul ilm, babul fet, edeb, babul sala, babul vudu. Bir de babul beyt, babul medrese, babul kal'a, babul seyyara. Evet. El babu fetehet aminetu el baba. Amine kapıyı açtı. Naam. قرأ الطالب القرآن قرأ الطالب القرآن قرأ الطالب القرآن قرأ فعل ماضي من قرأ نقول من قرأ الطالب هو فاعل يدل على من فعل الفعل وماذا قرأ وماذا قرأ قرأ الطالب القرآن القرآن قرآن أخذ نعم يقول فعل الفعل الفاعل المفعول به إذن نفهم من هذه الأمثلة الجمل في العربية تنقسم إلى قسمين القسم الأول أو النوع الأول الفعلة الجملية الجملة الفعلية والنوع الثاني الجملة الإسمية الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول تتكون من فعل وفاعل ومفعول والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر من مبتدأ وخبر الجملة الفعلية تبدأ بالفعل والجملة الإسمية تبدأ بالاسم عين الفاعل التمرين الرابع أصدقائي الفعل عين الفعل الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية يطلب منا أن نعين الفاعل والمفعول ضع خطا واحدا bir çizgi koy diyor تحت الفاعل فاعلنا altına bir çizgi koy وخطين تحت المفعول به ve
mef'ulun bihin altına iki çizgi koy. İki kere çiz. Veşkül ahire külle minhim. Veşkül ahire külle minhum. Meh. Ve her birisinin son harfinin harekesini de işaretle diyor. Şeklet. Şeklini koy. Mesela kesere et tiflu el kaleme. Evet. Kesere tiflu kaleme. Azdikai kesere من كسر نقول الطفل ماذا كسر القلم نعم غسلت آمنة المنديل غسلت آمنة المنديل آمنة منديلي منديلي يقضي غسلت يقضي من آمنة ماذا غسلت المنديل أكل أسامة العنب وأكل زوجته وأكل زوجته الموزة أكل أسامة العنب وأكل زوجته الموزة العنب والموزة أركز. زوجته أسامة شربت البقرة الماء شربت البقرة الماء إنك سويشتي حفظ حمزة القرآن حفظ حمزة القرآن كل هذه الجمل تبدأ بالفعل ونقول لها جملة فعلية جمل فعلية حمزة قرآن إزبر لدي ضربت فاطمة بنتها ضربت فاطمة بنتها ضربت فاطمة بنتها فاطمة kızını dövdü evet ضربت قتل الرجل قتل الرجل الحية بالحجر evet الحية بالحجر قتل الرجل adam öldürdü el hayyete yılanı bil haceri bil haceri ne yaptı bil haceri arkadaşlar قتل الرجل الحية بالحجر evet قتل الرجل الحية بالرجل قتل الرجل الحية بالحجر الحجر حجر الأسود حجر الأبيض حجر الأحمر gibi سمع بلال الآذان سمع بلال الآذان وذهب إلى المسجد يعني بلال أذانı işitti وذهب إلى المسجد وذهب بلال إلى المسجد وذهب بلال إلى المسجد سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد كتب المدرس الدرس على السبورة كتب المدرس الدرس على السبورة كتب المدرس الدرس على السبورة Hoca dersi tahtaya yazdı. Ketebe yazdı. Ne yazdı? El müderrisü. Hoca yazdı. Ki ne kim yazmış? Hoca yazmış. Neyi yazmış? E derse. Nereye yazdı? İle eyne ketebe? Alessebureti. Tahtanın üzerine. El cümletü aşiretü.
فتح البقال فتح من فتح البقال ني الدكان في الساعة الثامنة ساعة سكزة بقال دكان أشت أمد اكمل الجمل الآتية بالكلمات المناسبة واضبطها بالشكل أقول لك اكمل الجمل الآتية gelen cümleleri tamamla neyle uygun kelimelerle bir kelimat-ı münasebetin vadbitha bir şekli ve harekesini de belirt. Men fetihal bâbe men fetihal bâbe men fetihal bâbe seyyareti men fetihal kitabe burayı siz yazıyorsunuz arkadaşlar men fetihal bâbe men fetihal deftere من فتح الكتابة من فتح فمه كده غسلت أختي الملابس غسلت أختي الملابس الملابس قص قردشم ألبس داري قدر قتل الرجل الحية بالعصا أضم يلانا عصايلا دينكلا أولدردو قتل شرب يوسف القهوة شرب يوسف القهوة ندير يوسف قهوة يشتي كتب المدرس الدرس على السبورة كتب المدرس الدرس على السبورة bunları siz yazın arkadaşlar أنتم أنا أحل بالكلام وأنتم يجب عليكم أو عليكن الكتابة على الدفتر أيضا كتب المدرس الدرس على السبورة اشترت سعاد الخبز سعاد أكمي سطن ألد أكمك سطن ألد أكل سعاد الخبز سعاد أكمك يدي قرأت القرآن قرأت القرآن قرأت القرآن هل سمعت الآذان يا حمزة تو هل سمعت الآذان يا حمزة تو حمزة إذان ضيدون مو فتح التاجر الدكان فتح التاجر الدكان خرج الطلاب من الفصل خرج الطلاب من الفصل خرج الطلاب من الفصل اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها هر كلمة بخن اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به bu kelimenin hepsini diyor mef'ul yap olarak kullanıp harekesini belirt mesela قرأت القرآن أكلت التفاحة درست الدرس أو كتبت الدرس أو قرأت الدرس أو دخلت الدرس شربت القهوة فتحت الباب لبست القميص لبست القميص لبست القميص قم ليجدم فتحت الباب قبي أشتم شربت القهوة قهوة يشتم قرأت القرآن قرآن أخدم أو حفظت القرآن قرآن أزبر لدم تأمل المثالين الآتين الطلاب ذهبوا إلى الملعب ذهب الطلاب إلى الملعب ماذا نفهم من هذا المثال إن الاسم أتى في أول الكلمة يجب على الفعل أن يأتي يتابع الاسم بالتأنيس والتذكير والعدد وإن أتى الفعل في بداية الجملة يجب على الفعل أن يكون مفردا ليس يتابع بالعدد بل يتابع بالجنس بالتذكير أو التأنيس فقط ويأتي مفرد
ويأتي مفرد في أول الجملة، في أول الجملة. مثلا ذهب الطلاب إلى الملعب، برضه طبعا اسم جملة هنا، وهذه جملة فعلية، جملة فعلية. الطالبات ذهبن إلى المكتبة، kız öğrenciler kütüphaneye gittiler. ذهبت الطالبات إلى المكتبة، ذهبت الطالبات إلى المكتبة. Burada da gördüğünüz gibi burada ذهبت، ذهبت، ذهبنا جميع ve müennes gelmiş لأن المبتدا جمع ومؤنس، ولكن هنا بسبب اتيان الفعل في أول الجملة يأتي مؤنث مفرد فقط. ونتمنى أن نلتقي في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتمنى منكم أن تضعوا على زر الاشتراك وتبلغوا أصدقاؤكم وأصدقاء وصديقاتكن إن شاء الله.